مشاهدي قناة شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا الامهات مازال طالع عليهم الدم بسبب هذه الاضرابات المتواصلة. صراحة بغينا نعرفوا علاش هاد الوليدات مازال ما رجعوش للمدارس ديالهم، علاش مازال ما رجعوش يقراو. كنشوفوا ان الوليدات ديال المدرسة الخاصة تيقراو، الوليدات ديال المدرسة العمومية ما تيقراوش. يعني كنتمنوا ان ما تكونش هاد الامور هادي، كلشي يقرا، كلشي الوليدات بحال بحال، يعني ما يمكنش الوليدات النفسية ديالهم مرضات. يعني كنتمناو ان الناس المسؤولين يديروا شي حل، ان الضحيه هما هاد الوليدات. يعني الا كان المشكل ما بين الوزاره والاساتذه يحلوا مشاكلهم بيناتهم، الوليدات ما عندهم حتى شي علاقه في هاد الشيء. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. وعليكم السلام. شنو المشكل اللي عندكم؟ شنو النداء ديالكم للناس المسؤولين؟ ولا كتشوفوا ان الوليدات ديالكم ولاو ضحيه في المجتمع؟ ولادنا اختي ماشي غير ولاو ضحيه، راه ضحيه نيت، ضحيه المجتمع وضحيه ديال هاد الحكومه اللي ما دارت لنا حتى شي حاجه وما استفدنا منها حتى شي حاجه. لان ولادنا صافي الا ما قراوش كيخرجوا كيمشيو. انا البارح شفت مجموعه ديال التلاميذ صغار مدايرين طابله ومدايرين صنادق جالسين عليهم كيلعبوا في ضامه بحال شادين لاكوت خيط الدراري. يعني الدراري ولاو كيلعبوا ضامه ضامه شادين لاكوت. الدراري طلع لهم الدم من هذا الشيء اللي طاري. صافي هذا الشيء اللي كاين. الدراري التلاميذ طلع لهم الدم من هذا الشيء كامل، من هذه الاضرابات كامله طلع لهم الدم. ولاو باغين خلي يداوي معايا يداوي لا راه ما يمكنش. ولاو باغين ان الدري طلعت ليه القرايه في الراس من هذا الشيء كامل، هذه الاضرابات اللي ولات. صافي النفسيه تحطمت بزاف بزاف بزاف. لا بالنسبه تقريبا دابا من بدينا القرايه في شهر 9 كنظن شحال قراو الدراري؟ شحال ما قراو حتى شي حاجه، ما قراو حتى شهر 10 قراو سيمانه وشدوا عطله من وراء العطله ديك السيمانه اللي شدوها قراوها شدوا عطله من وراها شدوا اضرابات. كنظن ان السيمانه الجايه هي عطله. ولادكم شنو قراو باش يبقاو يشدوا العطله وهما ما قراو؟ ما قرينا اختي، ما قراو ولادنا حتى حاجه. نفسيه ولادنا تدمرت وحنا كامهات وكاباء نفسيتنا حنا تدمرت. وليداتنا بغاتهم قراو وهاد الوزاره دير حل مع الاساتذه دير لهم حل تلبي لهم المتطلبات ديالهم. ولا خايفين ان العامده عليهم سنه بيضاء. راه هادشي اللي كيبان كيبان وقال ان غادي تكون سنه بيضاء. وخرج قرار قال لك انهم غادي نوليو صحاب المخزن، غيوليو 5000 ريال في الشهر ومن غتوصل حتى 500 درهم. اللي ما عندهاش 500 درهم كاين ارمله كاين اللي عندها اربعه الوليدات كيقراو في الابتدائي في الاعدادي. شحال غادي عندها الكرا خاصها تخلص كراها، تخلص الموضة، تخلص على ولادها اللي كاينه اللي مريضه كاينه. شوف اختي هذا الشيء ماشي قانوني. اللي عندهم الفلوس ما كاين لا بعد لا قرب، ما كاين لا بعد لا قرب. كاين عاد بعد اللي عندهم الفلوس يقرا واللي ما عندهمش فلوس ما يقراش. ما يبقاو يجيبوا الفلوس يمشوا الفسدة باش يجيب قرا ولادنا. هذا الشيء اللي باغين كيضيعوا. كتشوفي ولدك ولادك اويلي مشى كدير كاين اللي كيخرج ولادهم راه كاين اللي كيدير تشدي الشيشة كاين اللي كتمشي كيتساراو ما عرفت فين كيتساراو. ولاو ولاو بزاف هاد الشيء الشعب ولاو انهم باغين حق كعبة حق وباغين يحرقوا. تما لي الفلوس يبركو هاد الشيء اللي نعرفو. تما لي الفلوس يبركو هاد الشيء اللي داروا الاساتذة حرام. قال كان المعلم ان يكون رسولا حرام عليهم. الاساتذة بزاف ياخذوا المتطلبات ديالهم تتحقق لهم هاد الشيء اللي باغين. شوما 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 الاستاذ يتكرفس حشومه بالاستاذ ولا الطبيب بالاستاذ ولا محامي حشومه حشومه الاستاذ يتبهدل. الوزاره شنو اللي حشومه؟ ما كاين لا وزاره لا اخرى. بقاو لينا حل. ما كاين لا وزاره لا اخرى. وزاره فاشله وزاره فاشله وزاره فاشله. حنا كناديو محمد السادس نصره الله يدير لنا حل مع هاد التلامذ. بغينا حنا محمد السادس نصره الله يتدخل في هاد الشيء. راه الدراري كيضيعوا كيتشمكروا. لا اله الا محمد رسول الله. نقول لهم نقول لهم واحد كان نقول لهم نقول لهم والله شوف انا عندي 18 عام عندي كبير شوف انا ما نقول نوتني انا ولي عندي مثلا عندنا الدوله حنا اللي كنقراو ماشي حنا اللي دعنا. لا ما يمكن والله حتى حنا اللي دعنا ماشي شي واحد هما اللي كيقراو. واش انا نقول لك شوف هو حنا اللي عندنا الحق حنا اللي كنقراو ماشي هما اللي كيقراو. لا راه غاتحبس غاتحبس اللايف غاتحبس اللايف غاتحبس اللايف. لا لا لا.